الو، ازيكم؟ كم حد اتفرج على مارفل سيفل وور؟ فيلم سيفل وور. اوكي، في فيلم بتاع سيفل وور كان في مجموعه من السوبر هيروز عندهم فيري باورفل ابيليتيز، وحاولوا ان هم ينقذوا العالم كذا مره، ولكن العالم بدا يلاحظ ان لما الناس دي بتحاول تدخل عشان تنقذه بتبتدي انها تعمل كولاترال دامج قوي قوي، بتبتدي انها تكسر عماير وعربيات تتدمر يعني بيبقى في كولاترال دامج كبير. فبداوا ان هم يطالبوا بان السوبر باورد هيروز دول يبتدوا ان هم يبقى عندهم شويه ريجوليشنز وشويه سكوبينج وشويه حاجات تخليهم بيابايد للرولز. التوك بتاعتي النهارده هتكلم عن penetration test reports. A lot of the time بيبقى penetration test about different aspects من deciding or figuring out the security of an organization or an entity. وsometimes بيبقى penetration testers the superheroes متحمسين زيادة، فبيبتدي يبقى فيه collateral damage أو يبتدي إن إحنا يحصل misalignment around الهدف من penetration test. انا هحكي لكم قصه كده. احنا الكليكر مش شغال. لما البنتريشن تيست بيبتدي بيبتدي ان الناس تعمل بقى assessments وتكتب exploits وترن سكانرز، وبعد كده at some point بيجي بقى مرحله ان احنا عايزين نبتدي احنا نفيجر اوت نعمل ايه في الريبورتس. فبيبتدي في القصه بتاعتنا دي مجموعه من الناس اللي هم يعني اكتر فوكس ناحيه البيزنس شويه، مثلا التكنيكال بري سيلز والتك ليد التكنيكال مانجر، يبتدي ان هو يديماند من السينيور انجينيرز ومن التكنيكال بنتريشن تيسترز، يقول لهم يا جماعه خلي بالكم احنا محتاجين نكتب السكوب كويس ومحتاجين ان احنا نبقى الريبورتس بيزد على الريسكس. فيبتدي بقى التكنيكال طبعا تيسترز يقولوا يا جماعه ريسكس ايه وبتاع ايه، احنا عايزين ندخل نران كوبالت سترايك وميتا سبلويت ونطلع الداتا بيز ونخرب الدنيا. فالديبيتس دي بتبقى دايما موجوده، especially for people اللي هم enthusiastic about ان احنا نبقى بنطلع ندخل to the deepest level of the organization وابتدي ان انا اشوف ايه الماكسيمم دامج اللي هو ممكن ان انا اعمله ك penetration tester. يمكن انا in the past 10 years I have been working on both sides، من ناحيه ان انا اشتغلت في penetration tests كتير قوي، ومن ناحيه ان انا I hired penetration testers كتير عشان يعملوا لنا assessment في client side، وانا اللي هو حد بيجي يعمل penetration testing عندي في الاورج واخد الريبورت ابتدي ان انا اعمل له assessment. فشفت اوقات كتيره ازاي ممكن ان يعني ريبورت يبقى مكتوب with focus على حاجات معينه هي مفيده للبزنس، وريبورت تاني اظن البنتريشن تيست كواليتي كانت كويسه قوي بس الريبورت مش بالنسبه لي ككلاينت، وببتدي ان انا كويستشن هو انا الفلوس اللي انا دفعتها في البنتريشن تيست دي ورث ات ولا لا. فطبعا يبتدي بقى البنتريشن تيست يحصل والناس بتتكلم بتو لانجويجز، ناس تتكلم بلانجويج ان الاكسبلويت الفلاني والكروس سايت سكريبتنج والريفرس والسي اس ار اف، وناس ثانيه بتبقى في كاستمر سايد يتكلم بقى طب احنا ده جوزين سكوب ولا مش وذين سكوب ولا ده ايه الريسك بتاعه، طب هنعمل له ميتيجيشن ازاي. في تو لانجويجز، اللانجويج بارير ما بين التكنيكال بيبل والبيبل هو هايرد البنتريشن تيسترز، دي لانجويج جاب بارير واضحه جدا في الاسسمنتس، وبتبقى محتاجه ان اول بارتيز تبقى اون ذا سيم بيج عشان نعرف ان احنا نوصل للماكسيمم بزنس اوتكمز. فالقصه كونتينيوز انه ات سام بوينت هيبتدي ان يبقى ما بين التكنيكال تيم اللي اكشولي ديد ذا بنتريشن تيستس اند البيزنس تيم، ويقدروا ان هم يوصلوا ل احنا عايزين. انا هسال سؤال برضو، كم حد كتب penetration test report قبل كده؟ اوكي، في ال penetration test reports كم حد offloaded كتابه ال penetration test reports لحد تاني؟ يعني sometimes بيبقى انا ال penetration tester بس انا مش هكتب الريبورت، انا هحط كده شويه حاجات و offload ال penetration report writing لحد تاني هو اللي يكتبه. كم حد offloaded ال penetration testing report؟ اوكي،
برضو ضمن الحاجات التانية المشاكل اللي ممكن sometimes بتحصل ان بيبقى الـ penetration tester بيعمل الـ testing بتاعه وبعد كده يجي خلص التاستس بتاعته طلع الاوتبوت يبقى مش عايز ان هو يكتب الريبورت ويقول خلاص اي لت حد تاني يكتب الريبورت لان انا مش انا عايز اركز في الهاكينج بتاعي. برضو يعني دي ضمن الحاجات اللي بتؤدي الى ان انا الريبورت ما يتكتبش بالشكل اللي هو تكنيكلي اكيوريت قوي. sometimes بيبقى تكنيكال ديتيلز may get missed although ممكن تبقى الهاي ليفل بتاعها كويس بس هو both technical details and the high level details are important for a good penetration test report. انا هرجع شويه ل what is a penetration test report. في الاخر انا ال penetration test report ده هو the only outcome usually في ال penetration test engagement لما customer بيجيب شركة عشان تعمل له security penetration test أو security assessment بيبقى the only outcome غالباً اللي هو راجع من الـ transaction دي إن الشركة هتدفع فلوس وهتاخد report. فبالتالي لازم الريبورت ده بيبقى بيمثل الـ ROI للشركة expecting لأن هو ده بالضبط هو هي دي transaction أنا هاخد report هدفع فلوس لازم الريبورت يبقى meeting الـ expectation بتاع الشركة. بالنسبة للـ penetration tester هو ايه الجول بتاعه في ان هو يبقى بيعمل penetration testing report. الجول بتاعه لازم يبقى ان دايما ان هو عايز يمينيمايز الريسكس للكومباني اللي هو بيعملها penetration testing. هو بيعمل penetration testing علشان يطلع مجموعه من vulnerabilities او مجموعه من الثريتس والريسكس والتستنجز والاتاك سيناريوز ويبتدي ان هو يادفايز الكومباني يا جماعه انتوا عندكم الريسكس الفلانيه خلي بالكم والبرايورتيزيشن بتاعها كذا ودي الحاجات اللي احنا ممكن انها تتعمل عشان تصلح الموقف. برضو في سايد جولز كده بتبقى بالنسبه للبنتريشن تيسترز انه انا عايز من البيزنس بتاعي فانا عايز ان انا ابقى الريبورتس بتاعتي تبقى الكواليتي بتاعتها كويسه وتبقى بريزنتبل عايز امنتين الاكسبوجر ما يبقاش ان انا بقول ريكومنديشن في البنتريشن تيست ريبورت ويبقى هي اكسبوز حاجه انفورميشن كونفيدنشال او ان انا اقول حاجه في البنتريشن تيست ريبورت فلما الناس تيجي تجربها في البرودكشن تعمل لهم بريك للبرودكشن فييجوا يرفعوا عليا قضيه ويقفلوا لي الشركه بتاعتي او ان هم ييجوا يبقى اقول كلام ويبقى مش حقيقي 100% فلما يكتشف الكلاينت ان ده حاجه فيها جزء ايماجينري شويه ساعات برضو الناس بتاخدها الحماسه فتبتدي انها تكتب سيناريوز هي مش حقيقيه على يعني هو مش واضح ان هي مش حقيقيه في التكست بتاع الريبورت او الوردنج بتاع الريبورت ممكن يوضح ان حاجه سيناريو اتاك سيناريو معين هو حصل اوريدي بينما ان هو ده حاجه هايبوثيتيكال ممكن انها تحصل وما حصلتش فبرضو ده ممكن يؤدي الى الميس الاينمنت ده ممكن يؤدي لان الشركه تيجي تقوم تبتدي انها تدي سمعه وحشه للكلاينت يدي سمعه وحشه للبنتريشن تيستر ان هو بيقول كلام مش اكوريت او بيقول كلام مش حقيقي او بينفليت ريسكس او حاجات زي كده. مش من الاهداف بتاعه البنتريشن تيست انه البنتريشن تيستينج كومباني تمبرس اذر سكيورتي انجينيرز اللي عند كلاينتس ولا ان هي تمبرس البنتريشن تيسترز التانيين ده مش من الاهداف. اللي ممكن يبقى من الاهداف ان انا اطلع كواليتي ريبورت ان انا اطلع حاجه ما يبقاش في حاجات I'm missing ما يبقاش في vulnerability موجوده وانا I didn't cover it. ممكن يبقى في vulnerability موجوده I didn't cover it لو كان ده مش included في السكوب او لو كانت ان هي not high risk vulnerability او not a high risk scenario that would generate a threat في الواقع. فبالتالي عشان throughout seeing يعني tens and tens of reports ال report بتاع ال penetration test في components بتخليه ان هو يبقى a good penetration test report. ده زي brief summary كده اللي هو زي السكوفيا accords اللي هي اللي عملوها في civil war اللي بتحجم ال methodology بتاعة ال superheroes. ال structure بتاع ال penetration test report for good penetration tests عادة بيبقى متكون من ثلاثة levels من الديتيلز. في الليفل الأساسي اللي هو tier zero أو أنا مسميه tier zero report وده بيبقى الهدف منه الأودينس بتاعه هو الناس اللي هم non-technical executives أو technical مش technical from a security perspective يعني هم ناس مثلا software developer ما لهمش علاقة خالص بالsecurity أو system admins ما لهمش علاقة بالsecurity and they want to understand the bigger picture they want to understand ايه اللي حصل بالظبط.
هتكلم in details طبعا على كل واحدة من دول، بس ده الهاي ليفل يعني ده زي الأجندة بتاعتنا. ال second level من ال details هي ال actual findings. هو أنا عايز يبقى عندي report فيه بقى the full technical details of the finding من غير noise. Sometimes ال findings بيبقى فيها حاجات بقى that are very noisy، زي مثلا أنا عايز أكتب scripts كتير بتجنريت exploit، أو عايز يبقى عندي output بتاع scanner بتاع tools، أو عندي output طالع من hash dump بتاع database، أو فده it's a little bit noisy. ده بيروح في ال tier 3 report، أو اللي هو ال more زي appendices أو more technical يعني things that are not directly relevant لل findings بتاعة ال penetration test report. حد عنده أسئلة so far؟ اوكي هبتدي اتكلم على each part من ال parts بتاعت ال penetration test report و what are some of the good things that should be on this part and what are some of the bad things. I'll go through this بmethodology. الmethodology دي developed through time and it's used by several security services companies worldwide. هي 10 steps زي ما هي 10 steps دلوقتي، احنا 10 years لكايرو سكيورتي كامب، والثيم بتاعها هو الثيم بتاع كابتن امريكا، عشان هو اللي كان بيorganize موضوع الساكوفيا اكوردز اللي هي في سيفل وور الفيلم. طيب اول حاجه set expectations، ودي حاجه ملهاش علاقه بالريبورت شخصيا، ولكن ليها علاقه بان احنا نبقى متفقين هو احنا ايه الهدف من البنتريشن تيست. لان كلمه بنتريشن تيست عند ناس كتيره، عند كلاينتس كتيره، ممكن تبقى معناها فول سكيورتي اسسمنت، ممكن يبقى معناها ان انا اي وانت تو دو ريد تيمينج، ممكن يبقى معناها ان انا عايز اعمل ابلكيشن اسسمنت. فكلمه بنتريشن تيست عايمه شويه في الماركت، وعايمه الديفينيشن بتاعها از نوت ذات ستريكت. فبالتالي understanding بالظبط هو الكاستمر عايز ايه، and making sure ان الوردنج بتاع ال expectations ما بيننا وما بينه هي نفس الحاجه، ان الكاستمر عايز يعمل penetration test معناها ان هو عايز يعمل 1 2 3. طيب هل ال standard penetration test بيبقى مش الهدف منه ان انا اعمل فول اسسمنت على كل حاجه؟ الهدف منه ان انا ابص على كل حاجه وابتدي ان انا اشوف ايه اكتر حاجات vulnerable واسرع حاجه ينفع ان انا ادخل منها واوصل لحاجه ما يسمى بالcrown jewels. crown jewels دي برضو حاجه محتاجه ان احنا نبقى متفقين عليها كفندر وككلاينت. ايه الحاجه the most valuable بالنسبه لي ككاستمر؟ هل هي الداتابيز بتاعت اليوزرز؟ هل هي الفاينانشال داتابيز؟ هل هي الريبيتيشن بتاع الكومباني سايت، ان هو ما حدش يقدر، ان هو الانتجريتي بتاعه الويب سايت ما حدش يقدر يعملها ديفيسمنت او حاجات زي كده؟ ف agreeing on او knowing the crown jewels بتاعه a customer is an important thing، عشان ده اللي هو هيبقى البنتريشن تيست از اباوت. احنا والناس البنتريشن تيسترز بيعملوا الاسسمنت او بيعملوا البنتريشن تيست، هيبقى في دماغهم ايه اقصر طريق عشان اقدر ان انا اوصل للكراون جولز. لو انا مش عارف الكراون جولز فانا قاعد بخبط، انا قاعد بحاول ان انا اعمل اسسمنتس في كل حته، ويعني I'm not moving بشكل منظم towards a goal. فالجول هو احنا ايه الكراون جولز. تاني حاجه هو الاكسبكتيشن بتاع التايم باوندز از فيري امبورتنت. الاجريمنت ما بين الكلاينت وما بين البنتريشن تيستر بيبقى لازم في عاده تايم باوند. التايم باوند ده لازم يبقى انهيرنتلي موجود في الاجريمنت، ان يا جماعه احنا هنعمل محاوله ان احنا نوصل للكراون جولز في الوقت ده. ده مش معناه ان لو سكوب طلع جديد انا هزود الوقت، معناه ان احنا وي هاف تو فيجر اوت ا واي تو ريتش ا كونكلوجن وذ فيكس تايم. ات كود بي انذر واي، ممكن ان احنا يبقى عندنا انذر تايب اوف اسسمنتس هو مش تايم باوند، هو ان احنا لا انا عندي سكوب معين ولازم ان انا اوصل للكراون جولز بغض النظر عن الوقت، ولكن ده لازم يبقى agreed upon من الاول ومعمول له setting للexpectation. فا if this is expected مني ان انا اوصل للتارجت ده بغض النظر عن الوقت، او يعني في variation ممكن يبقى في الوقت، خلاص انا عامل حسابي من الاول كpenetration tester ان I am going to work towards this و I'm flexible في التايم. اخر حاجة بقى في حتة setting الexpectation هي prioritization بتاع الاكسبلويتس اللي
يبتدي يستخدمها. هل انا عايز ان انا اوصل للكراون جولز باسرع طريقه ممكنه وخلاص، ولا انا عايز ان انا ابتدي اكسبلور مالتيبل اوبشنز عشان اوصل للكراون جولز؟ ده برضو تو مودز من البنتريشن تيستينج ذات هاز تو بي ديسكاست وذ ذا كلاينت بيفور هاند. انا لو من الاول انا عايز اقول ايه اسهل طريقه ان انا اوصل للكراون جولز او اسهل مجموعه من الطرق، فده هيبقى هو الوقت هحاول ان انا اضيف ان انا ابقى ريسك prioritized. انا ببص ايه اكتر حاجه هي vulnerable، ايه اللي حاجه فيها least resistance، ايه حاجه هتعمل لي maximum impact لغايه ما اوصل للطريقه اللي هي اللي انا شايفها قدامي والاكسبلويت واطلع الفايندنجز بتاعتي وكده تمام. as opposed to ان انا لا، طب انا مش عايز ان انا ابص على الريسك prioritization as such وانا بعمل الاكسبلويتس، ده انا عايز ان انا اعمل holistic assessment وابص على the entire scope. فده ممكن يبقى مش time bound ولا risk bound assessment، وبالتالي يعني theoretically ما بقاش اسمه penetration test، بقى security assessment. بس ممكن terms دي الكلاينت ما يبقاش واخد باله منها، ما يبقاش بيبص عليها، هو عايز في دماغه حاجة معينة عايز يعملها ومسميها penetration test. فاحنا during the initial setting expectation والagreement والscoping احتاج ان انا ابقى بتكلم في الحاجات دي عشان اعرف what are they expecting. set the contract accordingly. برضو طبعا يعني ضمن الحاجات هو اصلا الديفينيشن بتاع penetration test ان انا اقدر ان انا write exploits وبروف ان الريسك ده موجود، لكن sometimes بيبقى it's more important للكلاينت من ان انا run exploits وان انا اقعد ادور على حاجه هي الاكسبلويتيشن بتاعها ممكن ان هو يبقى صعب. ان it's more important بالنسبه للكلاينت ان هو مجرد find the vulnerabilities الاكتر والhypothetical scenarios من غير actually running the exploits. running the exploits and getting information or going to the crown jewels may be less important بالنسبة للكلاينت عن ان هو يعرف ان hypothetically this is possible لان في vulnerabilities disclosed. في مثلا CVEs معينة والCVEs دي معروف ان هي ممكن الexploits بتاعتها مش public and it will take time to exploit. بس knowing ان الapplication او network او الinfrastructure اللي عندي موجودة vulnerable to certain CVEs or certain publicly disclosed vulnerabilities without actually doing the exploitation, بس understanding the context بتاع الexploit understanding the context ده بيخلي ان vulnerability دي تبقى valid. ان انا عندي مثلا vulnerability دي موجودة في environment هي accessible للإنترنت و it's possible to be exploited as opposed to ان انا actually اعمل exploitation. برضو ده this is something to consider and set the expectation بتاع client فيها من الاول، هل انا هعمل الexploits ولا لا، او هل هي حاجة required ولا لا. typically في البنت تبقى yes it is required. تاني ستيب بعد ما خلاص انا ظبطت الاكسبكتيشن بتاع الكلاينتس وبقى الناس احنا وير اون ذا سيم بيج عايزين نعمل ايه وايه الهدف بتاعنا وكده، ابتدي ان الانجيجمنت تبتدي. واللي تيبيكلي بيحصل ان احنا بنبقى ان ا فيري كويك يعني شورت تايم وبتبقى كرانش تايم في البن تيست، وممكن ان حاجات كتيره ما بقاش واخد بالي منها انا عملتها ازاي اصلا وانا كبنتريشن تيستر. فابتدي ان انا ارن اكسبلويتس وبعدين الاكسبلويت ده ما يشتغلش فارن اكسبلويت تاني فاجرب حاجه تانية، وبعدين اجي على اخر الانجيجمنت ابقى مش فاكر هو انهي اكسبلويت بالظبط اللي انا عملت له رننج او انهي فولنربيلتي باث اللي انا استخدمتها عشان اوصل للاكشوال كراون جولز. فده يعني من ضمن الحاجات المهمه جدا ان انا ديورنج الانجيجمنت ابقى باخد very structured notes لايه اللي انا بعمله. ممكن ان النوتس دي تبقى up to ان انا ابقى بعمل packet capture لكل الاكتيفيتيز اللي انا بعملها، بعمل snap shot للديسكس every day، بعمل بتيك actual notes بقى مثلا في على حسب بستخدم انهي tools مثلا burp ولا nextpose ولا metasploit. كل التولز بيبقى فيها طريقة ان انا export الستابس اللي انا بعملها وسيف ات فور ريفرنس. وتيبيكلي الحاجات دي بتروح في التير 3 ريبورتس اللي هي الريبورتس النويز اللي هي مش ريبورت، هي مجرد زي لوجز تو ايفرثينج اند ذا فول انفورميشن اوف ايفرثينج اي ديد. ده ممكن ان هو برضو يسيف ا لوت اوف ماي ريبيوتيشن لو حاجه وينت رونج، لو مثلا كلاينت جه يتهم بنتريشن تيستر انه وقع البرودكشن في حاجه بريشن تيستر وهو معاه باكيت كابتشر لكل الحاجات اللي هو عملها، يقدر ان هو يبروف انه مش هو اللي عمل كده لان هو اوريدي معاه باكيت كابتشر. سبيشلي بقى لو الباكيت كابتشر ده كان يعني اجريد ابون
beforehand with the customer ان انا يا جماعه انا بعمل لكم البنتريشن تيست اي ويل دو باكيت كابتشر عشان نبقى متاكدين انا وانت ككاستمر ان احنا ما فيش حاجه هتحصل فيها مشكله وان لو حصلت مشكله نعرف نعملها ريبروديوس فكل الترافيك اللي طالع من البنتريشن تيست ماشين يبقى باكيت. طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي هي بشوفها كنت في ريبورتس وبتبقى مع يعني حاجه حزينه شويه موضوع السكرين شوتس اللي مش كويسه. السكرين شوتس ليها جايد لاينز عشان تطلع بشكل بروفيشنال واتس امبورتنت ان احنا انكلود سكرين شوتس وذين الريبورتس سبيشلي التكنيكال ديتيلز بتاعه الفايندنجز او بتاعه الاكسبلويت سيناريوز. ات از فيري امبورتنت تو انكلود سكرين شوتس بس اتس نوت بروفيشنال خالص ان انا انكلود سكرين شوت تبقى الاسبيكت ريشيو بتاعتها بايظه ولا تبقى مقطوعه من نص ولا ما تبقاش تبقى الريزولوشن بتاعتها ات جيفز ا فيري باد امبريشن اوف ذا ريبورت و sometimes it could actually give the wrong details. لما اخد سكرين شوت هي للفول سكرين بعد ما السكرين فيها مالتيبل ويندوز وكل ويندو فيها حاجه فانا الكلاينت مش وهو بيقرا ريبورت هيبقى مش عارف هو انهي حاجه فيهم هي اللي السكرين شوت دي بتقولها لان فيها كذا بيس اوف انفورميشن. ف a lot of the guidelines اللي هي for standard screenshot taking are important لو انا بكتب ريبورت ان انا اخد بيها زي ان انا اعمل كروب على الويندو اللي انا عايز ان انا هايلايت ان انا اخلي الاسبيكت ريشيو حاجات زي كده. وطبعا البروفيشناليتي بقى بتاعه الفوتوز بتنديكيت جزء كبير من البروفيشناليتي بتاعه الريبورت يعني اظن هي مش حاجه انفورميشن مهمه بس البريزنتابيلتي بتاعه الريبورت هي بارت من الريبيوتيشن بتاع الكومباني اللي ام ريبريزنتنج. من ضمن الحاجات برضو اللي هي امبورتنت في الـ في الـ في الانجيجمنت ان انا الوج اي حاجه انا بعملها تشينجز في الانفايرمنت بتاعه الكاستمر. سام تايمز ممكن ان انا انستول هيلبر تولز فاروح مثلا ويندوز ماشين ما عليهاش مثلا ميل سندر فاقوم ابلود اي اكس اي بتاع ميل سندر ولا لينكس ماشين ما عليهاش بروجرام معين بيعمل ما عليهاش تلنت فانستول تلنت عليها او انستول ريفرس شال عليها. فطبعا من الحاجات المهمه جدا ان انا اشيلها في الاخر بس يعني ده ملوش علاقه بالنوتس اللي انا لازم احطه بقى في النوتس هو ايه الحاجات اللي انطها وهو في يكون شلتها عشان بعد كده اعرف اراجع ان انا شلتها واعرف اتاكد انه لو في حاجه من الحاجات دي هي مش انا اللي عاملها يبقى انا عندي من الاول نوتس ان الحاجات دي مش انا اللي عاملها ده حاجه موجوده في السيستم اللي انا بعمله بنتريشن تيستينج. بعد ما خلصت الانجيجمنت وبدات ان انا ابتدي بقى اكتب الاكشوال دوكيمنت لازم ان انا يبقى عندي سام سورت اوف دوكيمنت كنترول ميكانيزم كبنتريشن تيستر اقدر ان انا ايدنتيفاي بي سيفرال ثينجز. اولا اقدر ايدنتيفاي بي الابروف بتاعت الدوكيمنت مشيت ازاي هو ريفيو ذا دوكيمنت هو ميد ذا تشينجز ايه التشينجز اللي حصلت لان الدوكيمنت ما بتبقاش ان انا مجرد البنت ريبورت ما بيبقاش مجرد ان انا بعمل ريبورت وابعته للكلاينت وخلاص الكلاينت الريبورت بيبقى ليه لايف تايم اول ما بيبتدي يتكتب بيبقى بيتجمع من كذا حد ويبتدي ان هو يكونستراكت الفيرست درافت من الريبورت بعد كده بيروح لحد يعمل له ريفيو ممكن يبقى فيه مالتيبل ريفيورز كل ريفيور ممكن يبقى بيريفيو على حته معينه وبعد كده بيبعته للكلاينت والستوري ما خلصتش هنا كلاينت ممكن يرجع يقول لي ده في مشاكل في الحته الفلانيه او الحته دي مثلا احنا كان في حاجه انت ما خدتش بالك منها او الحته دي طب ما تيجي نغير الوردنج بتاعها which happens ان ممكن ان يبقى في حاجه مش واضحه في الريبورت وكلاينت ريكويست ان احنا نغيرها كبنتريشن تيسترز ف this means ان انا محتاج يبقى عندي يونيك ايدنتيفاير لكل بارت من الريبورت ويونيك ايدنتيفاير ده اكروس كلاينت وفندر فلازم ان انا الايدنتيفاير ده ابقى له تراكنج سام هاو ويبقى انديكاتيف فالكلاينت يبقى عارف مين الناس اللي هو يرجع لهم لو هو محتاج ان هو يغير حاجه في الريبورت او حاجات زي كده. اول بارت هتكلم عليه بقى في الريبورت نفسه هو الانترودكشنز وده بيبقى يوجوالي البيربز بتاع الريبورت وهو ات از اورجنايزد اللي احنا شرحناه من شويه اللي هو التيرنج سيستم وكل ريبورت بارت منه هو عباره عن ايه وحاجات زي كده. حد عنده اسئله سو فار؟ انا قاعد بتكلم كتير اوكي. تاني بارت بقى اللي هو مهم جدا جدا هي السكوب. بارت كبير من ديسكرايبنج السكوب هو
الاسبكتس اللي حوالين الانجيجمنت. A lot of the times انا بشوف في engagement ان ممكن ان البنتستر يبتدي يعمل حاجه وبعدين يقف for some reason, يبقى في حاجه مش جاهزه. And لما تبتدي ان الحاجه تبقى مش جاهزه ويقف, فده بيبقى بيعد في التايم لاين بتاع الانجيجمنت. ف it's important بالنسبه للريبورت انه يبقى باين ايه الوقت اللي هو كان اكتف البنتريشن تيستينج رانينج, وايه الوقت اللي هو بيبقى ايدل, انا مستني حاجه او في سيستم مش شغال او سيستم داون, لان ده في الاخر بيانديكيت هو التستر اخذ وقت قد ايه عشان يوصل للكراون جولز او يوصل للحاجات اللي هو عملها. طبعا التستينج سيت اب لو في اي بيز او انفايرمنت فاريبلز او اي حاجه كده, والليميتيشنز دي برضو من الحاجات المهمه تو سيف the pentesters side من اي مشاكل بعد كده. في ساعات a lot of the time penetration test بيبقى في limitations انه مثلا طب ما احنا هنطفي لك الواف طيب عشان تعرف تعمل التست, او هنعديك من الاي بي اس, او هنخلي ان مثلا تستخدم اي بيز, هي الاي بيز دي على staging environment مش production environment. كل الاسبكت دي هي في الاخر لازم انها تبقى موجوده في الريبورت اللي انت بتطلعه, لان الريبورت ده ممكن يبقى شيرد مع other entities والentities دي they trust your opinion, فلازم يبقى واضح تماما ايه الحاجات اللي انت اشتغلت عليها. بعد كده طبعا الميثودولوجي, احنا من ضمن الحاجات اللي هي بشوفها sometimes في reports ناس بتكتب very generic methodology, اللي هو زي ما كان ايرمان هنا البلان هي let's attack basically يعني. فده مش الحاجة اللي بتدي impression كويس للكاستمر, وبتقليه ان هو مش فاهم هو ايه اللي حصل بالزبط. It's important to include as customized as possible للبلان, من غير ما انكلود طبعا تكنيكال ديتيلز زي ان انا مش هحط الاسامي الاكسبلويتس اللي انا هجربها ولا الفول تشيك ليست بتاعتي, ولكن لازم يبقى الميثودولوجي تبقى بتهايلايت حاجات كاستمايزد للانفايرمنت. فلو انا بستخدم اباتشي يبقى انا اكنولج مثلا ان الانفايرمنت دي فيها اباتشي, بستخدم جافا تكنولوجي اكنولج ان الانفايرمنت فيها جافا تكنولوجي, وابتدي ان انا في الميثودولوجي ابين ان ده I'm doing things that are specifically targeting the technologies اللي موجودة عند الكاستمر. طبعاً and additionally I'm أتكلم عن أي measures أنا بعملها عشان ما أعملش breaking the production instances أو a clean up أي حاجة أنا بعملها في البرودكشن أو حاجات زي كده. الحتة بتاعت الميثودولوجي طبعاً ممكن أنها تبتدي من الأول, مش شرط أنها أبتدي في الدوكيومنتيشن بتاعها بعد ما الريبورت يخلص, بعد ما الانجيجمنت تخلص ممكن أبتدي فيها الانجيجمنت نفسها. ده اكزامبل على ميثودولوجي موجوده في بنتست ريبورت انا شفته. اتس فيري جينيريك و ات كود بي يعني بتاخدها من حته زي ما هي. اتس ذا اكزامبل يعني انا I'll be showing some of the not good examples about حاجات. فديس از اون وان اكزامبل. بعد كده listing the exploitation scenarios, an important part من the pentest report لو هو including exploitation hopefully, إنه أبتدي إن أنا list the exploitation scenarios قبل ما أكتب the findings, because when I list the exploitation scenarios هبتدي إن أنا formulate the findings بشكل مختلف. The exploitation scenario إن أنا I go through كل the steps اللي أنا عملتها عشان أوصل لل crown jewels. ممكن the steps دي تبقى ينتج عنها ان في مثلا 3 4 findings, فلما اكتب الاول الاكسبلويتيشن سيناريوز هبقى بفكر في الفايندنجز احسن. احسن ما ابتدي اكتب الفايندنجز وبعدين اكتب الاكسبلويتيشن سيناريوز, يعني الريفرس اوردر ده بيخليني ان انا افكر احسن في الفايندنجز. وطبعا من ضمن الحاجات اللي انا محتاج اكتبها هي الريسك, ان انا لازم ان انا كالكوليت لكل سيناريو بطريقه ميثودكال. في مالتيبل ويز ممكن ان انا استخدم سي في اس اس, ممكن استخدم دريد, ممكن استخدم حتى كاستم واي, بس تبقى ديسكرايبد ويل في الميثودولوجي ان انا بستخدم الريسك اسسمنت ميثودولوجي الفلانيه. الديتيلد فايندنجز طبعا ما عنديش وقت قوي اتكلم على الفول ديتيلز, بس هي بيسكلي لازم ان انا اخد بالي وانا بكتب الديتيلد فايندنجز انه ابقى as detailed as possible, اللي هي اسمها detailed findings. فاكتب descriptions بتتكلم عن الaffected scope,
بتتكلم عن ان ايه الميتيجيتنج تولز او ميتيجيتنج هاردوير اللي موجود جوه الانفراستراكشر اللي ممكن ان هو يبريفنت ذيس كايند اوف اتاكس. ابتدي ان انا اتكلم على ازاي الفندر نفسه او الكلاينت يقدر ان هو يفيريفاي ان الحاجه دي اتقفلت, ولو انا هكتب له سكريبتس عشان يفيريفاي, فابتدي ان انا افكر في ازاي ان اخلي السكريبتس دي تبقى سهله وتبقى يوزبل ممكن احطها نفسها. ابتدي ان انا لو في حاجه فيها ماس ديبلويمنت تو فيكس اكتب له السكريبت اللي هيعمل الماس ديبلويمنت ده واخليه ياخد باله ان هو محتاج ان هو يفيريفاي. برضو including ان هو ايه التايب بتاع الفيكس ده. sometimes بيبقى it's just a code change, sometimes بتبقى محتاجة اجيب الفندر يعمل حاجة, sometimes it's a configuration change, ف including التايب بيسرع الموضوع جدا. طبعا quick sometimes بيبقى it's not applicable ان الفيكس ده يبقى موجود بسرعة, ف it's important ان انا احاول ادور على workarounds ان انا suggested to the customer لحد ما الفيكس يجي من الفندر, لانه ممكن ان يبقى في الفتره دي هو exposed. calculating الريسك بقى نفسها في some aspects اللي انا ببقى محتاج ان انا اخد بالي منها, هي لو انا عندي multiple exploits او multiple vulnerabilities والvulnerabilities دي can be combined, فممكن ان ده ياثر في الريسك rating بتاعي وانا بcalculate الريسك, وممكن برضو ان انا يبقى عندي protections موجوده تقلل الريسك. ف identifying ال environment كلها و identifying ازاي انا بحسب الريسك بيزد على كل الفايندنجز مش بيزد على الفايندنج دي is something important to include while writing the description. طبعا اللينكينج ما بين الدوكيومنتس وبعضها is important through document control, وسورتنج الفايندنجز with الاوردر بتاع الريسك. حد يقدر يقول لي دي ليست اوف فايندنجز موجوده في ريبورت, حد يقدر يقول لي ايه المشاكل اللي موجوده فيها؟ انا عندي هدايا هنا, اول حد هيقول هي المشكله هياخد. Sorry? They're not in a scenario. Yes, valid. Sorry. حد شايف أي مشاكل تانية؟ نعم؟ Sorry. Sensitive data. إيه المشكلة؟ اوكي, فهي الميكسنج بتاع ان هي في حاجات هي مجرد انفورميشن وفي حاجات هي اكشوالي فولنربيليتيز, فالميكسنج بتاع الاثنين. حد شايف انكونسستنسيز ثانيه؟ مفيش, مش ريسك بيزد اوردر. ممكن سوري ممكن تديها للاستاذ اللي في الاخر. مش ريسك بيزد اوردر, المفروض ان الفولنربيليتيز تبقى ريسك بيزد اوردر. عشان احنا we're running out of time, ف I'll go through some of the things الباقيين بسرعة. آخر حاجة بكتبها هي الـ executive summary. الـ executive summary من الحاجات اللي هي الناس ساعات بتكتبها في الأول في أول report, ودي حاجة بتخلي إن الـ executive summary ما تبقاش بصة على الـ bigger picture, لأن بعد ما أكتب الـ findings وأرتكليت بالظبط هي إيه المشاكل وأكتب كل الـ exploitation scenarios وأرتكليت كل الـ scenarios, هيبقى عندي better vision إن أنا أعرف أكتب الاكزكتيف سامري بشكل يبقى بيسامرايز فعلا كل المشاكل اللي عندي, واقدر ان انا ايدنتيفاي ريل ريسك, لان انا الريسك هيبقى بيزد على كل الفايندنجز مع بعض. انا مش بتكلم الاكزكتيف سامري مش بتتكلم فايندنج, بتتكلم على الاوفرول ريسك ستيتمنت بتاع ذا هول ثينج, بتتكلم على الاكسبوجر بتاع السيستم, ايه البروتكشنز اللي موجوده ان بليس, هاو تو بروتكت ات, قد ايه بسرعه ينفع ان انا اوصل لستيت ما تبقاش ريسكي. وطبعا الـ different parties اللي involved, لو انا already عامل الـ articulation ده وكاتب الحاجات دي في الـ throughout the different phases of the report, هيبقى اسهل بكتير ان انا اعمل الـ executive summary. وطبعا في الاخر بكتب الـ attestation بتاعي كـ penetration tester ان انا I am understand ان ده حاجة مثلا الـ risk rating كذا او الحاجات دي fixed او كده. انا مش ما فيش وقت للأسف ان انا go through كل الـ الحاجات, بس في الاخر بانكلود كل الابندسيز بقى اللي هي التولز اوتبوت والحاجات اللي انا اي كريت. سم اوف ذا كونسيدريشنز تو انكلود, هل ينفع ان انا
ادي الريبورت ده ك اونلاين اكسس بدل ما اديها للناس كدوكيمنت لان ده هيبقى مور دايناميك وهيبقى مور سكيور. هل ينفع ان انا اخد فيدباك عن الكاستمر بعد كده قد ايه كان مفيد البنتريشن تيست ريبورت ده وايه سم اوف ذا ثينجز اللي انا ينفع ان انا اعملها؟ وطبعا في الاخر هل ينفع ان انا اعدي ده على مكان زي لو انا في شركه كبيره اقدر ان انا اعدي الريبورتس قبل ما تروح للكاستمر على حد يعمل لها براندنج جايد يفيريفاي البراندنج جايد لاينز ويفيريفاي الناريتيف واللانجوج بتاعه الريبورت انها تبقى مناسبه للكاستمر. ودي حاجات ممكن انها تبقى مور تورز التكنيكال رايتنج والبزنس سايد فبيبقى البرينتريشن تيستر مش هو اللي بيعملها ده بتعدي على ليرز من الناس اللي هي بتعملها. ثانك يو فيري ماتش. اي هوب ان السيشن كانت مفيده. انا كنت عايز انا اسال سؤال اخير علشان ان ده الجائزه بتاعته تيشرت. ايه اكتر مشكله شايفينها في الاكزيكتيف سامري دي؟ اكبر مشكله شايفينها في الاكزيكتيف سامري تفضل انتدكشن اباوت هاو ذي انتراكتد وذ ذا بروجكت. يعني اكشوالي سامري از تارجتنج سبيسيفيك ليفل اوف مانجمنت ذات دونت هاف تايم نيد تو فوكس اون ريسكس. سو اكشوالي اتس جاست كلاريفاينج هاو ذا وي هاد integrated with an company named a company integrated to do the penetration test. However, it didn't grab the attention to the management to the specific risks that they need to focus on. Thank you very much. دي حقيقة فعلا في مشاكل تانية بس دي من أهم المشاكل فعلا. Thank you. حد عنده أي أسئلة؟ أنا اتفضل. في زنقه الوقت عاده يعني في البن يعني انا از كاستمرز بطلب بن تيستينج ريبورت بلاقي حته ان الاعتماد على السي في اس اس في حاجات ممكن تكون بره الكونتكست بتاعي او ان مفيش كورليشن بيتعمل ما بين الفايندنجز وبعضها. الحاجه الثالثه الريكومنديشنز احيانا بتبقى جينيريك لدرجه انها ما بتبقاش ريكومنديشن يعني. ف ايوه انا متفق معاك تماما لازم ان الريسك ريتنج يبقى متماشي يعني وانا بعمل ريسك اسسمنت ابقى واخد في اعتباري ان انا بستخدم ميثودولوجي هي متماشيه مع الحاجه اللي انا بعملها ريسك اسسمنت. السي في اس اس باي ديفينيشن هو ايزوليتد يعني كل فولنربيلتي لوحدها ولكن ممكن ان انا اعمل ادجستمنتس وديسكرايب ات في الريسك اسسمنت. طبعا الريكومنديشنز لازم تبقى اس ديتيلد اس بوسيبل انكلودنج حتى تو ذا ليفل اوف ذا كوماند. متفق مع حضرتك تماما يعني. للأسف الوقت خلص. Thank you very much. أنا موجود هنا لو أي حد عنده أي أسئلة in the future. موجود هنا all day. Thank you.